مواجهة بالتأكيد صعبة ولكنها ليست مستحيلة، والأهم أنها في ظروف مختلفة بحكم طبعا أنتوا عارفين طبعا في السنوات الأخيرة سيمبا واحد من الفرق المتألقة في دوري الأبطال، وفريق يمكن استعصى علينا بالذات في ملعبه، لكن في النهاية أعتقد كمان أنه المباراة دي لما تتلعب بالليل تفرق كتير جدا مع لعبتنا، وخصوصا أن احنا في شهر رمضان عن لما تتلعب في التوقيت اللي كنا متعودين عليه قبل كده، كانوا بيحبوا يحطونا تحت ضغط الحرارة والجو وإلى آخره، فكون أنها تتلعب الساعة 9 مساء بتوقيتنا هنا 8 بتوقيتهم في تنزانيا، أعتقد دي حاجة تصب في مصلحتنا إن شاء الله وتسهل من مهمة الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تريحنا في مباراة العودة هنا اللي هتتلعب في القاهرة بعدها بأسبوع. جولة في أخبار النادي الأهلي والأخبار العالمية بشكل عام مع زميلتنا روزان نصر اللي برحب بيها وبقول لها كل سنة وانت طيبة مرة تانية روزان. برحب بيك أحمد، برحب بيك عبد الرحمن، برحب طبعا بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي، قناة شاشة طبعا قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا قبل ما أبدأ للأخبار اللي معايا النهاردة، أنا معايا الحقيقة أخبار كتير جدا محلية وعالمية، ولكن خليني أسألكم رأيكم في شكل استاد مصر اللي طبعا بتقام حالا عليه مباراة مصر وكرواتيا في العاصمة الإدارية، ويعني خليني أسألكم كده شكل يعني رأيكم طبعا في شكل الاستاد، وكمان يعني الحضور الجماهيري الكبير اللي احنا يمكن شاهدناه من بدء هذه البطولة. حقيقة يمكن كنت لسه بتكلم مع عبد الرحمن، لو حد فتح التلفزيون ومش سامع المعلق او ما يعرفش المعلق مصري بيعلق على مباراه منتخب مصر ومنتخب كرواتيا، اعتقد انها مباراه في الدوري الاوروبي او في امم اوروبا. الصوره الحقيقه اكثر من رائعه، الحضور الجماهيري، الاستاد المبهر الحقيقه، بشوف واحد من اهم المكاسب اللي حققتها مصر في البنيه التحتيه الرياضيه، على الرغم ان في طفره الحقيقه على كل المستويات، مدينه اولمبيه على اعلى مستوى الى اخره، ومصر بتستعد لاستقبال بطوله او الالعاب دوره الالعاب الامم الافريقيه، لكن بشوف ان الاستاد ده كنت بحلم اشوف حاجه زي كده في مصر، والحلم اتحقق واصبح واقع. التابلو الفني ده كله اتمنى انه ما يبقاش بس في ماتشات منتخب مصر، لكن نتمنى يبقى في كل الماتشات يستمر فعلا، يعني الحقيقه نتمنى يستمر، وكمان ده مأثر على اداء اللعيبه، في لعيبه فعلا مش متعوده تلعب في الاجواء دي، لو كل لعيب منتخب مصر او لو كل لعيبه الدوري المصري لعبوا في الاجواء دي ده هيأثر بالتالي على المنتخب. ليه احنا بنشوف 90% او ممكن يكون ساعات 100% من لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي؟ لان النادي الوحيد اللي بيلعب نهائيات بجمهور وبيلعب ماتشات كبيره بجمهور وبيلعب بره مصر في الشامبيونز ليج في بطوله افريقيا بجمهور هو النادي الاهلي. فبالتالي حتى كابتن حسام حسن قال كده، قال احنا عندنا لعيبه النادي الاهلي هم اللعيبه الوحيده اللي متعوده تلعب تحت ضغط جماهيري، وهو النهارده ما شاء الله بيلعب 7 لعيبه، وكوكا كمان نزل، فبالتالي ده باين جدا في تشكيل منتخب مصر. عشان كده نتمنى كل لعيبه الدوري تلعب تحت الضغط ده. خد بالك الدوافع بتفرق برده عبد الرحمن طبعًا. يعني فكره انه لعيب الاهلي دايما ده مش انتقاصا من الانديه الثانيه، لانه الانديه الثانيه برده بالتاكيد عندها لعيبه كويسه جدا، لكن فكره الدوافع عند لعيب النادي الاهلي انه بيلعب كل ماتش مفيش قدامه هدف غير المكسب، مفيش قدامه هدف غير التتويج بالبطوله، ده مهم جدا بالنسبه للاعيب منتخب مصر وبالنسبه لاختيار المدير الفني اللي بيراهن على الكتيبه دي او على النوعيه دي من اللاعبين عشان تقدر تديله اللي هو عايزه. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله، وهنتابع طبعا. نتمنى، انا بيتهيألي بعيدا عن الفنيات والتكتكس اللي ممكن تختلف او تتفق عليها في البطوله عموما سواء نيوزيلند او كرواتيا، لكن بشوف انه مكسب مصر النهارده لو اتحقق ان شاء الله هيبقى مهم جدا، واحد لاستعاده لعيبه المنتخب الثقه في نفسهم مره ثانيه، اثنين لاستعاده الجماهير كره في مصر ثقتها في منتخبها ان شاء الله مع كابتن حسام حسن. بالظبط، يمكن بتفق معاكي يا احمد، يعني انا شايفه ان البطوله وديه ولكن مهمه جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني، اكيد يستعيدوا فعلا الثقه مره ثانيه. هنبدا بقى اخبارنا من عند فريق الاهلي، وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي منح لاعبي الاحمر راحه من التدريبات الجماعيه قبل السفر لتنزانيا لخوض مواجهه سيمبا في دوري ابطال افريقيا، وهيلاقي طبعا الاهلي نظيره سيمبا التنزاني خلال المباراه اللي بتجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع نهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. ومنح مارسيل كولر لاعبي الاهلي راحه من التدريبات الجماعيه اليوم الثلاثاء قبل السفر لتنزانيا لخوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. من المقرر كمان أن يسافر فريق الأهلي لتنزانيا على متن طائرة خاصة في بعثة يترأسها حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي صباح غد الأربعاء. خليني بقى كمان أتوقف هنا وأسألكم عن توقعاتكم أكيد لمباراة سيمبا. أنا متوقع ومتفائل رغم أن في غيابات كتير ومؤثرة، ورغم أنه الفترة ما بين معسكر منتخب أو مشاركة لعيب الأهلي مع المنتخب في الدورة الودية وبعد كده رحلة سفر فجر النهاردة إن شاء الله الساعة 3 لتنزانيا، وهي رحلة برضو تعتبر شاقة إلى حد ما، وفرصة الاستعداد أو التحضير لماتش مهم وصعب زي ده يمكن تكون ضيقة، لكن أنا متفائل جدا وبإذن الله شايف أنه الأهلي يقدر يحقق نتيجة إيجابية لأول مرة
في ملعب سيمبا ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه. نتيجه كم كان؟ اتوقع ان شاء الله نتيجه 2-1 لصالح الاهلي ان شاء الله باذن الله. انا نفس التوقع برضو، لان مستر مارسل كولر من الناس اللي عامله السياسه بتاعت الروتيشن حلوه قوي، عامل ان كل اللعيبه اساسيين، فممكن اصلا السبع لعيبه دول تلاقيه اعتمد على عنصر او عنصرين منهم والباقي كله جاي من اللي موجودين اصلا اوريدي معاه. انت مش هتحس ان الاسماء اللي مش موجوده في المنتخب تقل عن حاجه من اللي موجود في المنتخب. يعني لما تقولي كهربا اساسي، اما تقولي مثلا حسين الشحات اساسي، لما تقول اي اسم هنقوله هيطلع اساسي. رضا سليم ابو علي كمان معلوماتي انه جاهز. كل اللعيبه اي اسم هتقوليه اساسي، حتى الديفندرات عمرو السوليه موجود، فبالتالي ممكن يعتمد على اسم او اسمين. انا يعني من خلال رؤيتي الشخصيه المحدوده جدا لمستر مارسيل كولر، هو عامل سياسه تدوير تخليه يعتمد على اي حد في الفرقه بالزبط. فبالتالي ده يسهل علينا كتير، وزي ما استاذ احمد سمير قال انا متفق معاه 2-1 برضه. ان شاء الله نشوف مباراه يعني ايجابيه اكيد لصالح النادي الاهلي، ومباراه حلوه يعني بنستمتع اكيد امام سيمبا دايما مع الاهلي. لسه مع الاهلي طبعا، ونجح فريق رجال طائره الاهلي في التاهل لنصف نهائي كاس مصر بعد الفوز على سموحه في المباراه اللي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا فريق رجال طائره الاهلي كان توج كمان ببطوله السوبر المحلي على حساب الزمالك منذ فتره قصيره. كل التوفيق فريق الماسترز فيما هو قادم. الفريق هيخوض مباراة نصف نهائي الدوري يوم 29 و30 مارس الجاري أمام سبورتينج السكندري. نروح بقى لخبر تاني خاص جدا باللاعب أحمد رفعت، يمكن متابعين حالته، لاعب مودرن فيوتشر واللي هيخضع لفحوصات طبية جديدة بالمستشفى اللي بيتعالج فيها في الإسكندرية لتحديد موعد عودته اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء إلى القاهرة، طبقا طبعا لنتائج الفحوصات الطبية اللي من المقرر إجراءها للتعرف على سبب تسارع ضربات القلب وسبب تأجيل نقل أحمد رفعت صانع الألعاب، يعني صانع ألعاب الفريق، من الإسكندرية إلى القاهرة خلال الساعات الماضية. إن يعني سيارة الإسعاف المجهزة التي تم تخصيصها لنقل اللاعب كانت قد توجهت مساء الاثنين بالفعل إلى الإسكندرية لنقل اللاعب مصحوبة بفريق طبي من القاهرة، ولكن الفريق الطبي القادم من القاهرة طلب مزيد من الفحوصات على القلب بسبب زيادة ضربات القلب، وهو طبعا ما أخر قرار عودة اللاعب ل 48 ساعة. نروح لمنتخب الشباب، وعادت مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني للشباب للقاهرة قادمة من الجزائر بعد الانتهاء من المشاركة في دورة الجزائر الودية، وكان منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض تعادل أمام تونس بهدف لكل منهما في المباراة اللي جمعت المنتخبين في ختام الدورة الودية بالجزائر التي أقيمت في الفترة من 18 حتى 25 مارس الجاري، فيما فاز منتخب الشباب على موريتانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بالبطولة، وكان قد خسر من الجزائر بنفس النتيجة في افتتاح البطولة الودية. نروح بقى لأخبارنا العالمية، وتعرض مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي لإصابة قوية أثناء تواجده في معسكر منتخب سويسرا أثناء التوقف الدوري. أكدت صحيفة مترو البريطانية أن مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي تعرض لإصابة وهيغيب عن ودية سويسرا ضد أيرلندا المقرر إقامتها في دبلن مساء اليوم الثلاثاء، وهيعود إلى صفوف مانشستر سيتي. وتأتي طبعا الإصابة قبل مواجهتين يعني مهمين جدا لمانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. ويعد كمان أكانجي لاعب رئيسي هذا الموسم في حساب بيب جوارديولا مدرب السيتي، حيث شارك أساسي 19 مرة من أصل 28 مباراة في الدوري الإنجليزي. طبعا يعني هنتوقف كل ما هاجي معاك يا روزان تجيبي لي اصابه لعيبه السيتي. انت بتشجع السيتي والسيتي يمكن خسران لاعبين، اثنين لاعبين مهمين جدا طبعا، يعني هالاند ودلوقتي أكانجي، فامام مواجهتين كمان صعبين جدا يعني طبعًا. بالنسبه لارسنال طبعا بالظبط وريال مدريد شايف ده ازاي؟ بصي يعني هو السيتي او جوارديولا تحديدا بصراحه من الناس اللي ما بتقفش يعني ما عندهاش. طبعا هالاند نجم كبير، واحد من افضل المهاجمين ان لم يكن افضلهم على مستوى العالم. اكانجي مدافع مهم جدا في تشكيله بيب جوارديولا، لكن في النهايه السيتي وجوارديولا ما بيعتمدش على لاعب. غياب دي بروين قلقني انا شخصيا في بدايه السيزون، ورغم كده اداء السيتي ما تاثرش. عندك لعيبه كتير جدا محوريه تقدري تبني عليهم، واعتقد ان وجود رودري دايما، رودري نص الملعب، فيل فودن، برناردو سيلفا، قادرين دايما ان هم يصنعوا الحلول حتى في غياب مهاجم زي هالاند، فما فيش قلق ان شاء الله لا في مواجهه الارسنال ولا في مواجهه الريال. انت كده كده شايف السيتي بمنحدر. السيتي بمنحدر. طب اكبر مشجعين السيتي شايف ازاي ده يا عبد الرحمن؟ انا اتفق معاه تماما في ان السيتي ما بيعتمدش على لاعب واحد وما عندوش نجم. يعني جوارديولا على فكره في كل فرقه مسكها ما بيعتمدش على اساس النجم الواحد. صحيح. هو قال حتى في مؤتمر صحفي من المؤتمرات، قال باستثناء ميسي
باستثناء ميسي بس، اي لاعب ممكن يقعد احتياطي عادي. وبصراحه هو عنده اقوى سكواد في العالم، يعني السيتي بيجيب احسن لاعب في العالم كل سنه، بيعمل اللي كان بيعمله ريال مدريد من فتره، يعني هالاند اللي عليه ضجه يروح السيتي جايبه، اي حد عليه ضجه السيتي يجيبه، ومثلا دي بروين قعد زي ما قال احمد، اي حد بيلعب سياسه اللعب بتاعه جوارديولا تنجح اي لاعب معاه، لان هو فعلا ليه بصمه. التيكي تاكا اللي هو عملها ببرشلونه دي كررها في كل حاجه وطورها صحيح. في الدوري الانجليزي جدا، على العكس مثلا من الريال. يعني خليني اقول لك لكل مشجعي ريال على فيه مثلا، انه لو بيلينغهام او فينيسيوس جونيور غابوا عن الفرقه في ازمه ومشكله طبعا. كبيره بالزبط. جدا هتاثر طبعا. على مستوى الفريق. فالسيتي غير، السيتي ان شاء الله باذن الله اتمنى يفوز على ارسنال، بس ما اتمناش على ريال مدريد لاني كمان مشجعه لريال مدريد. طيب كشف التقارير كشف التقارير الصحفيه الاسبانيه اليوم الثلاثاء عن امكانيه رحيل 6 لاعبين من فريق برشلونه في فتره الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تسعى إدارة الفريق الكتالوني جمع 200 مليون يورو من بيع لاعبيها في الميركاتو الصيفي القادم لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة بيفكر في بيع جول كوندي وأندرياس كريستنسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال وصول عرض مناسب. وأضافت كمان الصحيفة الكتالونية أن برشلونة هيقوم بالاستغناء عن الثنائي طبعا اللي هيعودوا من فترة الإعارة، لينجلند وغارسيا من أندية أستون فيلا وجيرونا في نفس الوقت. وقالت كمان صحيفة سبورت أن إدارة برشلونة تطمح في التخلي عن خدمات الدولي البرازيلي رافينيا اللي بيحظى باهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، ومن المتوقع أن تحصل إدارة برشلونة على عرض يقارب 100 مليون يورو للموافقة على رحيل رافينيا. وكمان هتقوم إدارة برشلونة ببيع أنسو فاتي عقب انتهاء فترة إعارته مع فريق برايتون الإنجليزي، حيث أن اللاعب الإسباني لم يستعيد مستواه تحت طبعا قيادة روبرتو دي زيربي بسبب تعرضه للإصابة في الفترة الماضية. طبعا يعني ده خبر مهم جدا لكمان كل اللي بيشجعوا برشلونة، يعني برشلونة طبعا بقالها فترة في أزمة اقتصادية مش عارفة تعمل صفقات، فأنتوا شايفين ده إزاي؟ بيع 6 لاعبين طبعا كبير جدا على برشلونة. هو خوان لابورتا عنده مشكلة كبيرة لأن هو مش قادر يحلها، عنده مشكلة اقتصادية كبيرة فعلا. هو بايع حقوق بس ل 25 سنة قدام وما جابتش نتيجة، حب يوفر ويطلع لعيبه شباب ويستثمر في اللعيبه برضه ما جابتش نتيجه. عمل مشروع تشافي وتشافي ما طلعش زي جوارديولا، هو كان متخيل ان تشافي بطل في قطر برضه ومسك السد، فكان متخيل ان ده جوارديولا جديد. للاسف برضه انا من مشجعين برشلونه، بس خليني اقول لك يا عبد الرحمن، يعني يمكن انا شايفه ان برشلونه كمان في الدوري هو يمكن مركز ثالث او رابع، فعامل برضه يعني مباريات كويسه، جايب كمان من لمسيه يمين يامال وده لاعب مهم جدا برضه. يعني انا عارفه ان هو ما عملش صفقات كبيره، ولكن خليني اقول ان برشلونه برضه في الوضع المالي اللي هم واقعين فيه انا اعتقد عاملين نتائج كويسه. ريال مدريد في الدوري الاسباني بالمناسبه، كل انديه الدوري الاسباني عندها ازمه ماليه باستثناء ريال بالزبط. مدريد بس يعني بالزبط. هو بيريز عنده مشروع ريال مدريد اللي هو بيسعى له وعايز يعمل الدوري الاوروبي عشان يكمل المشروع ده، باستثناء ده كل انديه الدوري الاسباني. لو بصيت بما انك برشلونه، يعني انا فتره من فترات لما جوارديولا كان ماسك برشلونه جيل الذهبي طبعا انيستا وتشافي، ما فيش حد ما كانش بيحب برشلونه. الكوره الكوره في الاخر متعه، يعني الالقاب والبطولات مهمه، لكن اللي بيحب الكوره كرياضه يعني كفن انا بشوفها فن يعني اكيد بيحب الكوره الممتعه يعني فاهم. فبرشلونه كان فتره من فترات هو افضل او امتع انديه العالم. المدرسه او الطريقه بتاعت برشلونه دايما بتعتمد على المهارات، واعظم لعيبه العالم كلهم لعبوا في برشلونه في فتره من الفترات. يعني انا بيتهيألي ان المشكله في برشلونه في السنوات الاخيره مش فكره الامكانيات الماديه بقد ما هي الاختيار اختيارات. يعني هم جابوا نجوم كبار على فكره بس ما نجحوش مع برشلونه. كوتينيو لعب في برشلونه بس ما نجحش، جريزمان لعب في برشلونه بس ما نجحش، ليفاندوفسكي لعب في برشلونه وهو جاي كافضل مهاجم في العالم بس ما نجحش. هي فكره العين اللي بتختار مش البادجت اللي بتجيب النجم، وبيتهيألي دي ده السؤال اللي على اداره برشلونه برضه مدرب تجاوب عليه. من بعد جوارديولا تقريبا عندهم ازمه المدرب اللي بيلعب بسياسه برشلونه، برشلونه سياستها اللعيبه بتكمل سنين فيها لان هم التيكي تاكا دي معتمدين عليها وما بيغيروش استراتيجيه اللعب بتاعتهم، ودايما المدرب بيبقى من ابناء برشلونه عشان هو لعب بالطريقه دي غالبا. يعني ما اعتقدش حد نجح في برشلونه من براهم. وبما انك انت في بتشجع ريال فانت يهمك انه برشلونه يبقى بالضبط. لا ما يهمنيش طبعا. بما انك بقى يا عبد الرحمن بتشجع برشلونه، خليني طبعا تشافي ده اخر موسم لي، توقعاتك مين هيمسك برشلونه وايه الافضل بالنسبه لك؟ شايف مين بما انك مشجع طبعا لبرشلونه؟ هم عندهم ازمه في اختيار المدرب، خلينا نتفق ان في ازمه في اختيار مدرب برشلونه. يعني مثلا ريال مدريد عاملين حسابهم على تشافي الونسو من دلوقتي، هيمشوا خلاص اللي موجود
انشيلوتي غلطه عمره لو راح انشيلوتي ولا لا. انا بشوف انه تشابي الونسو الحقيقه واحد من المدربين اللي قادرين يقدموا تجربه شبه تجربه لا وماسك نادي عادي في الدوري الالماني يعني ليفركوزن مش النادي القوي بس يعني. انه يتنقل من باير ليفركوزن لريال مدريد نقله صعبه جدا, دوري مختلف, فبالتالي نقلته اللي جايه انت شايف اسهل تبقى في المانيا. الاصعب البوندس ليج ولا الدوري الاسباني؟ لا الدوري الاسباني اصعب طبعا من البوندس ليج, عشان كده بقول انه بس انا شايف المنافسه في البوندس ليج بايرن ميونخ ومان شو يعني بروسيا دورتموند. خد بالك عبد الرحمن انه 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 الدوري الالماني او تجربه تشابي الونسو في الدوري الالماني تجربه كانت بدون ضغوط, ما كانش مطلوب منه يحقق, ما كانش متوقع منه انه يحقق, فبالتالي كان عنده الاريحيه انه يشتغل. القصه في الريال مختلفه تماما, مطلوب منه تقريبا يحقق كل الالقاب, فبالتالي هيبقى امتحان صعب جدا. اعتقد انه عليه انه ينقل في نفس الدوري الالماني الفريق كبير, وهو كان مرشح لباير ميونخ ومرشح لبروسيا دورتموند, واعتقد انه هو قادم لا محاله يعني. هو اهم حاجه ريال مدريد يبقى التوب على الدوري الاسباني يعني بالنسبه لي. شكرا لك يا روزان. بشكرك طبعا واتبسطت جدا معاك العزيزه, وكل سنه وانت طيبه مره ثانيه. كل سنه وانت طيبين. فقراتنا مستمره, ويمكن معنا سكايب مهم جدا, ضيف نجم من نجوم المنتخب اليوناني الحائز على بطوله اوروبا, واحد من اساطير نادي بولتون الانجليزي, هيكون ضيف علينا في الاهلي في رمضان.